السلام عليكم اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. اليوم غنتشارك معكم الطريقه ديال تحضير المكرونيه او لي بات بلا صوص ديال المطيشه. بصراحه كتجي بنينه وبمقادير بسيطه وبدون سلق، فاحنا كنطيبوا كلشي في مره في طنجره واحده، فبقاو معايا على بركه الله. ودابا نتعرفوا على المقادير ديال لي بات او المكرونيه. غنحتاج المكرونيه من هذا النوع، استعملوا اي نوع متوفر عندكم، فانا غنستعمل هذا الشكل. عندي هنايا نصف كيلو، وغنحتاج واحد حبه ديال الفلفله حمراء مقطعه تكون كبيره مقطعه مربعات، وغنحتاج واحد البصيله محكوكه في الحكاكه الغليظه، وقزبر ومعدنوس، وواحد معلقه ديال الصلصه ديال المطيشه، مطيشه ديال الحك، ونحتاج ربعه ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، ونحتاج هنايا واحد ثلاثه ديال المطيشات كبار محكوكين في الحكاكه الرقيقه، ونحتاج الصدر ديال الدجاج على حسب الرغبه ديالكم، على حسب الكميه اللي متوفره عندكم وعلى حسب الكميه اللي بغيتوها. صافي، واحد ورق ديال ورق الرند او ورق سيدنا موسى. ودابا وضعت الطنجره فوق البوطه، وغنضيف الزيت ديال الزيتون قريبا لنص كاس، ما كاملش نصف كاس ديال زيت الزيتون. بصراحه المكرونيه كتجي لذيذه، فاحنا ما غنسلقوش المكرونيه بوحدها، غنطيبوا كلشي في مره. بصراحه طريقه سهله وبسيطه وسريعه، وكتجي بها المكرونيه لذيذه بزاف بنينه. صافي، نضيف البصله، واحد البصيله اللي حكيناها في الحكاكه الغليظه، ونضيف الثومه، صافي نشحروهم شويه، وغنزيد الصدر ديال الدجاج، ونضيف الفلفله الحمراء الحلوه اللي قطعناها مربعات. بصراحه هذه الطريقه هي المعتمده عندي، بصراحه كتجي بيها زوينه، اللي كلاها عندي كتعجبو. ودابا نزيد التوابل، فالتوابل والملحه غنضيفوهم. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال الكركم، وغنزيد شويه، وعندي ملعقه صغيره ديال الزنجبيل اي سكينجبير، وغنضيف الابزار، ملعقه صغيره ما عمرتش، والملح على حسب الذوق. وغنضيف الفلفله الحلوه اي تحميره، ملعقه صغيره ديال الفابريكا، كنشحر العناصر اللي عندي مزيان، غنضيف مطيشه اللي حكيتها، وملعقه ديال المطيشه ديال الحك، ملعقه كبيره، فهي اختياريه، الا ما بغيتوش تضيفوها ما تزيدوهاش. عندي قزبر ومعدنوس، وغنخلي شويه حتى الاخير. غ
غنزيد هاد الوريقه ديال سيدنا موسى صافي. وغادي نمرق، غادي نمرق الجهد فاش غطيب لينا المكرونيه حيت غنضيفها، ولكن حتى يطيب الدجاج تقريبا صافي. غنسد الطنجره ونخلي الدجاج حتى يدخلوا الطياب. ودابا اخواتي دابا غنشوف الدجاج، فانا سديت على الطنجره وخليتها واحد 10 ديال الدقائق والنار مجهده صافي. الدجاج طاب، غنضيف المكرونيه صافي ونخلط مزيان وندوق. ندوق هاد المريقه واش هي هاديك في الملح اولا نزيد. غنزيد واحد شويه ديال المليحه صافي، ونخليها تطيب على راحتها على نار مجهده واحد 10 ديال الدقائق اولا بحال هكذا، ونشوفوها واش طابت، حيت المكرونيه من الاحسن انها تبقى ديك العضه فيها زوينه، يعني ما تخليوهاش تطيب حتى تبدا تلصق اولا تعجن. طيب غير الجهد صافي ورجع معاكم. ودابا المكرونيه ها هي طابت، غنزيد هاد الشويه ديال الربيع كيف ما كتشوفوا معايا، صراحه كتجي كتشهي صافي. فانا خليتها اكثر من 10 ديال الدقائق، هذه كتشد شويه الطياب كيف ما كتشوفوا معايا، كطيب وكتكون قابطه راسها صافي. غنمروا باش نقدموها. ودابا المكرونيه صافي وجدات كيف ما كتشوفوا، بصراحه كتشهي. صافي نوضعها في الطبق ديال التقديم. بصراحه راه كتجي بنينه بهذه الطريقه، غير جربوها، ما تشبعوش منها. اوكي يكون هذا هو الشكل النهائي ديال المكرونيه اللي تركت معكم، تجربوها بالصحه والراحه. وما تنساوش اخواتي الى عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها النهائي، بصراحه كتجي لذيذه فهي كتشهي. ودابا كنقول لكم تهلاو في ريوسكم الى فيديو قادم ان شاء الله.